الطقس أكثر شيء تشتهر به كندا هي الطقس، معروفة كندا بجوها البارد. نعم. منطقة قطبية، يعني جوها الناس تعرفه أنه مثل جو روسيا أو فنلندا أو السويد، بس عموما هو أبرد من هاي الدول. بس الناس معروفة أنه تعرف أنه كندا مو يعني ما يركزون على موضوع الجو بسبب أنه عليها إعلام قوي، يعني ما يركزون على موضوع السلبيات. الإعلام دائما يخلي يعني كندا دولة على متجذة بمهاجرين، فتقريبا ما حد يحكي بموضوع الجو، بس هي تعتبر أبرد بلد على الإطلاق، خاصة العاصمة، هي أبرد عاصمة يعني بالعالم. دائما احنا نشوف ناس متفاجئة مثل ما سويت ميشن حاليا على وذكرت انه تقول انه ما يعني مغطيها اعلاميا، لكونك انت تعرف لكونك انك خبير بمجال الحواسيب وتعرف بهذا الشيء، شنو قصدك انه يعني مغطيها اعلاميا؟ كيف يعني هذا الشيء؟ يعني اول شيء نقدر نقول الفوكس، يعني ابسط شيء اذا تبحث موقع جوجل تكتب اي شيء على كندا مستحيل تطلع لك الثلوج. يعني اكو فد توجيه اعلامي مدفوع الثمن، يعني هو مو مقصود، يعني مو بهدف، يعني شلون نقول، مو هو هدف الغش والخداع، لا، بس هو هدفه انه كندا تطلب مهاجرين وعدها برنامج ترويجي، يعني يروجون للهجرة. لأن هو يعني شلونك دول مثلا تركيا تروج للسياحة لأنها عايشة على السياحة، كندا تروج للهجرة، فتدفع فلوس